مطعم ومشويات عمو فرفور ثم عبيله. هذا هو المطعم خلف نيستو بالتمام، وهذا الأكل الطيب معاهم، صحن المشاوي والعصير الفرش والتبولة وكل السلطات والشاورما. الاستاف عندكم سوريين؟ كلهم سوريين. والشاورما عاملين عليها عرض؟ عاملين عليها عرض. الشاورما صارت ب200 بيس لمدة 4 أيام إلى تاريخ 7/9 العروض فقط. نعم. الصاروخ من قيمة 900 صار الآن ب600 فقط، وصحن المشاوي يكفي شخصين من قيمة 4 ريالات صار الآن ب3 ريال. وتضبيط الفطاير معاهم ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله البيتزا كذلك كله فرش. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله 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 الله، ما ننسى الشاورما من هالشيف الطيب. والحين بنجرب الأكل أنا ومحمد أخوي. بسم الله، برد الأكل بسرعة. محمد شو رأيك في الأكل؟ تمام. وش بعد يا محمد؟ اللي بيجي من طرف خليفة البلوشي له أسعار راح تصدمه. ما شاء الله عندهم البروست. مطعم عمو فرفور في محافظة مسقط في المعبيلة خلف نيستو، اللي بيجي من طرف خليفة البلوشي لكم أسعار خاصة لمدة 4 أيام لتاريخ 7/9/2022. نعم نعم. الحين الناس راجع على الدوامات، راجع على المدارس، عليكم بهذا الأكل الجميل. شو رأيك يا محمد؟ لذيذ. الرقم موجود في الفيديو، طلبوا اللوكيشن. اللي بيجي كل مرة بيرجع كل مرة، وأنا أعرف الناس يثقوا في إعلاناتي. تواصلوا معاه.